الدكتور وجيه عزام رجلنا. دكتور وجيه، برحب بحضرتك شاشة القناة الأولى المصرية. دكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات. أهلا وسهلا يا حبيبي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب قول لنا بقى كده، يعني الكواليس طبعا أكيد حضرتك متابع السوشيال ميديا ومشاركة شهد في الفريق المصري للدراجات المشارك في أولمبياد باريس. قول لنا كواليس الموضوع يا دكتور عزام. بص أنا عايز أقول لك على حاجة. طبعا عندنا شقين، الشق الأول الحدث اللي حاصل بين اللاعبين، ماشي؟ وان مثلا لاعبه اعتدت على لاعبه زميلتها او حاجه، ايا كان قصدا او غير قصدا، ما فيش حد فينا يقدر يقول قصد او يقول غير قصد، لكن احنا بنعتبر قصد، بناخد بالظاهر. واخد بال سعادتك؟ فاللي حصل ان لما اللاعبه مثلا ضربتها احنا لا، الصوت بيقطع. حضرتك بتقول لما اللاعبه حصل فيها ايه؟ انت سامعني دلوقتي ولا مش سامعني كويس؟ معلش اسمع بس اخر جمله، بتقول لما اللاعبه حصل فيها ايه؟ ما انا بقول لك لما يعني حصل احتكاك بينهم وبعض. احتكاك يعني. اوكي. احتكاك بينهم وبعض. فاحنا كاتحاد بناخد البنت، الموقف مع البنت اللي هي ضربتها، وخدنا وديناها يعني جزاء طبقا للوائح الاتحاد المصري والعربي والدولي. ما يعني الاتحاد لا يسمح ولا يوافق على اي تصرف غير مقبول، امر طبيعي يعني، خد بالك. وبالتالي برضه البنت اللي هي مثلا يعني متضرره، برضه بنتنا، برضه بنتنا لازم نحافظ عليها ونحافظ على مشاعرها. يعني احنا بين الاثنين، اب عنده بنتين اختلفوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض، بالظبط الموقف بتاعنا كده. عظيم، دي اول حاجه. اتفضل. طيب كان ليك تصريح، وانا عايز يعني افهم التصريح ده انا بشكل شخصي. حضرتك قلت ان ما حدث ما بين شهد سعيد وزميلتها مثل ما حدث ما بين راموس ومحمد صلاح، وحضرتك تساءلت هل تم منع راموس من تمثيل منتخب بلاده؟ بعد اذنك راجع الكلام ده عشان انا ما قلتش. شوفوا انا مين قاله، مجاز حد عندي قاله نقلا على تصريحات صحفيه، الكلام ده مش حضرتك اللي قايله. بقول لحضرتك انا شخصيا اللي انت بتقوله ده حتى انا ما اعرفوش، عشان اقوله عشان بس الامانه الاعلاميه، عشان ده ورد لينا احنا. انا فاهم يا دكتور، انا بس للامانه الاعلاميه يعني احنا دلوقتي بنوضح المقوله دي يا جماعه اللي برضو انتشرت في الصحف نقلا على لسان دكتور وجيه عزام. هو دكتور وجيه بيقول ان هو ما قالش الكلام ده، تمام؟ طيب فعلا مش بقول يعني كده، انا فعلا ما قلتوش حتى عشان اقول لك حاجه انا ما اعرفوش اصلا عشان اقوله. طيب عظيم جدا الحادثه يعني، بس هي ما اعرفها. طيب فكره هل اخلاقيا ينفع ان هي تشارك ام لا، ممكن نرد عليها ازاي، خاصه ان هو تم تحقيق او توقيع اقصى عقوبه على شهد؟ بص يا حبيبي، بص يا سيدي، يعني انا عايز اكلمك في امور النهارده، في امور اخلاقيه كلنا نتفق عليها ان احنا لا نسمح باي خروج عن القيم الاخلاقيه، مفيش هزار في هذا الكلام. وبعدين في نفس الوقت انت عندك مسؤوليه وعندك مسؤوليه وطنيه لازم برضو تؤدى. يعني انا بعمل، لازم نعمل المزج بين الاثنين، ناخد السلوك الاخلاقي في نفس الوقت نحاول منوط ومنوط بيك انت برضو كراجل صحفي، تحب ان مصر تبقى مشاركه ويبقى ليها اسمها. ما ينفعش نكون بعتنا اسماء وسجلناها وعملنا بعد كده نسال، انت تحب يعني برضو في امور. يعني انا بتكلم برضو بحس وطني، مش بتكلم بايه، بمشاعر عاطفيه. بتكلم من خلال المسؤوليه والحس الوطني. طب انا ممكن اقول اقتراح كده يا دكتور عزام؟ اسمعك. ايه رايك كده لو نقول، عشان برضو الراي العام المصري، ايه رايك مثلا نقول لشهد ما فيش حد على فكره معصوم من الغلط، كلنا بنغلط، وطبعا شهد هتمثل طبعا اسم مصر وهتشيل علم مصر ان شاء الله باذن الله يا رب ترجع بذهبيه في السباق الدراجات.
تطلع مثلا تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، وتطلع هي وزميلتها وهم مع بعض، والموضوع يبقى لطيف جدا حتى بالنسبة للرأي العام. والله أنا الاقتراح ده رائع، وأنا يعني مشجعه وموافق عليه تماما، يعني بالعكس حتى مرحب بيه كمان يعني بالك. وفي حاجتين، يا إما احنا نفسينا نقوم بالموضوع ده يعني نسعى فيه بصفة شخصية مني أو من الاتحاد، أو أنت تتبناه برضو وتقوم بيه، دي برضو جزء من يعني المجتمع الرياضي الوطني وتقدر تعمله، واحنا معاك يعني ان شاء الله متوقعين ميداليه ذهبيه. لا ما شوف، انا قلت الكلام ده. انا ما بقولش كده، ما عندناش المستوى ده ليه. خد بالك، ما ينفعش نقعد نطمح لكده. طيب يعني يا دكتور وليد، ما فيش حد ما نفسوش ياخد الذهب، ما فيش حد ما نفسوش يحصل على مستوى كويس، لكن احنا وانا قايل الكلام ده في اللجنه الاولمبيه وقايله في كل حته، احنا يعني احنا كنا شاركنا مشاركتنا بالنسبه لنا ده هدف، خد بالك، هدف. والمشاركه برضو ان مصر تكون موجوده في الدراجات كلام غير مسبوق بالنسبه لنا، حدث غير مسبوق. لكن انت بتتكلم في قصه الميداليه ان شاء الله باذن الله، يعني المره دي مشاركه الاولمبياد اللي جايه باذن الله، نحن نتوقع ان شاء الله ميداليه. وحضرتك يعني هتيجي هنا ضيف في الاستوديو وهنكرمك ان شاء الله باذن الله. ادعي لي ربنا يديني ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور وليد، كل خير، شكر لذوقك وادبك الضافي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور وجيه عزام، رئيس اتحاد الدراجات، اشكرك شكرا جزيلا.